أكثر من 30 مادة تعليمية مسجلة أونلاين في دورة خليك بحار. في دورة خليك بحار راح تتعلم كيف تستخدم جهاز المواقع والأعمال، وكمان إحنا راح نعلمك كيف تتعلم على التضاريس البحرية، كيف تفرق بين الشعاب وكيف تفرق بين الطينة، كيف تستخدم جهاز السونار بالطريقة الصحيحة، كيف تكتشف الأسماك اللي موجودة في البحر، كيف تكون مواسم وأوقات مواسم الأسماك في البحر الأحمر، متى مواسمها. أقوى عرض السنة هذه دورة خليك بحار فقط ب 199 ريال. بادر بالاشتراك والرابط في الأسفل.